أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن إجمالي إنفاق الربع الأول من خطة التنمية السنوية الحالية 2018-2019 بلغ نحو 160 مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 3.6%، كما أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية وصلت لنحو 50%. وأوضح مهدي أن تقرير الربع الأول أظهر أن هذا الربع من مطلع السنة يعتبر الأفضل مقارنة بغيره في سنوات أخرى من الخطة.